يعني كتسنى المباراه اللي صعبه غتكون صعبه. جميع مكونات الفريق يعني واعين بالمسؤوليه واعين بصعوبه المباراه اللي كتسنانا. احنا بدورنا ان شاء الله في كامل الاستعداد وفي كامل يعني من جميع الجوانب ان شاء الله باش نكونوا في اوطوب ونكونوا في ديك الجورجي ديالنا ان شاء الله وباش نحسموا في المباراه ان شاء الله صالحنا ان شاء الله. وكيف قلت لك يعني كل شيء خصو يكون واجد 100% في هذه المباراه هذه. مباراه ما بقاش ما كيسمحش لنا باش في اي نخطئوا. كل شيء خصو يكون واجد، كل شيء خصو يكون واعي بالمسؤوليه كنتظر ان شاء الله. وكيف قلت لك كل شيء ان شاء الله واعي بالمسؤوليه وغنكونوا في ذاك اليوم ديالنا ان شاء الله. وبطبيعه الحال يعني فريق واحد اللي كيمثل المغرب في العصبه هو فريق الوداد. بالنسبه لنا هذا الشريف وفي نفس الوقت راه تكليف. خاصنا نضارب واحد الوجه اللي جيد ونشرفوا الراي المغربي ان شاء الله والكره المغربيه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما تعرف يعني مباراه صعبه، مباراه في ابطال افريقيا ما تكونش سهله، ما فيش فريق سهل. حضرنا المباراه بعد مباراه اسفي، حضرنا مع الكوتش فوزي باش نكونوا يعني قد المسؤوليه باش نجيبوا ورقه الترشح ان شاء الله باش نفرحوا الجمهور الوداد. وباذن الله يعني جاهزين وباذن الله حنكونوا قد المسؤوليه حنجيبوا ورقه الترشح باذن الله. زي ما قلت لك لعبنا مباراه اسفي الاخيره، بعد المباراه جهزنا لمباراه المولوديه وحنا يعني مركزين في المباراه باذن الله نجيب ورقه الترشح ونوصلوا للدور الثاني ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله غادي نديروا اللي علينا باش ندوزوا ان شاء الله للدور الموالي. وكنوعدوا الجماهير الوداديه كيف ما العاده باش نحققوا هذا اللقب هذا اللي ضاع علينا ضد الفريق الترجي. ان شاء الله غدا الدراري مركزين مزيان ان شاء الله يكون خير غدا. لا ان شاء الله كنوعدوا الجماهير الوداديه باش غدا نكونوا في الموعد ديالنا وفي نهارنا. واستعدادات يعني كجميع المقابلات، مي هذه المقابله عنده واحد الطعم خاص يعني عصبه الابطال. الحمد لله فريق الوداد البيضاوي معهود اللي يكون في مقابلات النصف النهائي. نتمنى ان شاء الله المقابله ديال غد نكونوا حاضرين نكونسونطرين مزيان ونحققوا نتيجه ايجابيه ونفرحوا الجماهير الوداديه اللي ما كتبخلش علينا دائما بالدعم ديالها الدائم. Je pense que tous les joueurs sont concernés pour ce match hein. Et voilà, je pense que on est tous bien comme je vous ai dit. Et on va tout donner pour se qualifier demain, Inch'Allah. Même pas, on se prépare comme tous les autres matchs. Et voilà, on reste concentré comme aussi tous les autres matchs. Et voilà, je pense que c'est déjà le plus important. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.